دوركم مهم جدا جدا كالعاده. انا اسف ان انا بقول الكلام ده، ولكن انا متاكد ان حضراتكم عارفين، ولكن صدقوني يا جماعه جمهور النادي الاهلي ده للناس اللي بتتفرج علينا ما بتشجعش النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي مختلف، عنده وعي، عنده وعي اكتر من اي جمهور تاني، عنده ثقته في فرقته كبيره جدا لغايه صفاره الحكم. صفاره الحكم ما عندناش مشكله، لو النتيجه لسه 0-0 ما عندناش مشكله ان احنا نستنى للدقيقه 95 والدقيقه 94. هو ده النادي الاهلي، هو ده جمهور النادي الاهلي. عشان كده كابتن خطيب كان متواجد النهارده في ملعب مختار التتش علشان يتفرج على التمرين ويدي حماس للاعبين ويدي يقول لهم انا موجود معاكم. مجلس الاداره كله، ما هو كابتن خطيب موجود كمشرف على الكوره وكرئيس مجلس اداره وكمشرف على الكوره، وبالتالي كمجلس الاداره كله موجود في 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 شخص الكابتن خطيب. الكل واقف ورا الفريق، تدعيمات اتعملت الحمد لله، اقصى عدد كنا نقدر نجيبه 2 لعيبه، جبنا 2 لعيبه، جبنا كهربا وجبنا اليو باجي، وهنتكلم كتير عن اليو باجي النهارده مع احمد ثابت وارقامه، وهل ارقامه جيده ولا لا، طيب وهل الارقام ايه الاخبار بتاعتها، هنتكلم في الاشياء دي كلها. جبنا 2 لعيبه، الجهاز الفني كان عايز نمره 1 كهربا، نمره 2 اليو باجي، جبنا كهربا وجبنا اليو باجي، مش جبناهم جهجهوني كده، لا رحنا الجهاز الفني قال لك انا عايز 1 2 3 في المركز ده، 1 2 3 في المركز ده، جابوا اتفضل واحد من الثلاثه. فبالتالي تم تنفيذ كل الطلبات، الامور الحمد لله ماشيه بشكل جيد. الموضوع انا شايفه، انا متفائل جدا للفتره القادمه الحقيقه، لان هناك وقفه كبيره جدا، لان كل جمهور النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم اي حد بيكلمني مبسوط وسعيد بالفريق، مبسوط وسعيد باللي بيحصل بالفريق، وينتظر هذه المباراه بمنتهى الشغف، بمنتهى الثقه، بمنتهى التفاؤل، ان شاء الله ان احنا نكسب هذه المباراه، ولو ما كسبناش صعب يعني، لكن بنصعب المباراه اللي بعد كده علينا اكتر واكتر، لكن ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب هذه المباراه. هو ده اللي في دماغ كل لعيبه النادي الاهلي، هو ده اللي في دماغ كل الاهلاويه. عشان كده بقول لحضراتكم بننتظر ال 10,000 متفرج اسود، انا متاكد ان هم هيبقوا موجودين، واسود كالعاده يعني، كدائما عاده جمهور النادي الاهلي. الموضوع التاني اللي عايز اتكلم فيه مع حضراتكم